بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه. نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد وفي انطلاقه جديده وموفقه من انطلاقات الخير والبركه، حيث انطلاقات هذا المساء الجميل وانطلاقة الشوط السادس للأبكار المهجنات الأصايل. متابعين الكرام، نتقدم وإياكم مع منصورة مع المركز الأول والصدارة الأولى والانطلاق مع الشيخ محمد بن بطية الحامد والمضمر مختار بن أحمد من يتابع منصورة الباحثة عن الفوز والانتصار، الباحثة عن الانطلاق، الباحثة عن التحدي. يا سلام المركز الثاني، أتابع هملولة هملولة لهجن الرئاسة هي القادمة مع ثاني المراكز. يقدم هملولة علي بن جميل الوهيبي هو القادم مع هملولة. المركز الثالث، أتابع في هذه اللحظات وصول وانطلاق من هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة هو القادم مع شديدة. شديدة وصالح بن سعيد بالعرج من يقدمها. يا سلام شديدة، يا سلام هي القادمة مع ثالث المراكز. المركز الرابع، هملولة لهجن الرئاسة يقدمها الظافر علي بن جميل الوهيب. متابعين الكرام، ولكن أيضا تدخلات ووصول من الشاهينية في هذه اللحظات مع خامس المراكز ويقدمها محمد بن عتيق بزيتون المهيري. المركز السادس، أتابع في هذه اللحظات القادمة، في هذه اللحظات الصميم هي القادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يقدمها مع سادس المراكز. المركز السابع، لهجن الرئاسة هي القادمة في هذه اللحظات، يقدمها المجازف، يقدمها في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو القادم مع سابع المراكز. المركز الثامن، يا سلام العين هي القادمة لهجن الرئاسة. يا سلام وعوض بن مبارك المهيري هو المقدم للعين القادمة، للعين المنطلقة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى منصورة. منصورة انطلقت، منصورة باحثة عن النصر، باحثة عن الفوز وعن الانتصار. تعود ملكيتها لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد يقدمها في هذه اللحظات مختار بن أحمد. يا سلام يا سلام على العرض، ولكن يا سلام وصول من هملولة. هملولة مع ثاني المراكز، هملولة لهجن الرئاسة، لهجن الذهب، لهجن الرموز القادمة في هذه اللحظات. يا سلام يقدم علي بن جميل الوهيبي. يا سلام يا سلام، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا عمالقة. هذا الكيلو اللي ما بعد كيلو، ما بعد النواميس. منصور انطلقت، منصور اندفعت مع المركز الأول. هملولة تهاجم مع ثاني المراكز. المركز الثالث، وصل بالزيتون، وصل مع الشاهينية مع المركز الثالث. ولكن منصورة وتعود ملكيتها لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. مختار بن أحمد من يقدمها، مختار بن أحمد من يرتبها ويجهزها للختاميات. انطلقت في هذه اللحظات منصورة أقرب إلى الفوز حتى هذه اللحظات، مع عرض كبير، مع عرض خطير، مع عرض مميز. يا سلام يا منصورة، تهانينا
لمالك منصورة مع الشيخ محمد بن بطيال حامد على فوز منصورة حتى هذه اللحظات وهي الفائزة وهي المنتصرة. تانينا تانينا والناموس، ونهني مختار بن أحمد أيضا على هذا العرض الطيب، على هذا العرض الممتاز اللي قدم لنا مع منصورة. تانينا والناموس المركز الثاني هملولة لجنة الرئاسة علي بن جميل الوهيبي، المركز الثالث هملولة لجنة الرئاسة، المركز الرابع أيضا الشاهينية لجنة الرئاسة، ويقدم محمد بن عتيق بن زيتون مع رابع المراكز. المركز الخامس وصول ما بين شديد لهجن الرئاسة والعين أيضا لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لمالك منصورة مع الشيخ محمد بن بطي الحامد، والتوقيت الأفضل بالفعل مع منصورة. التوقيت يا أخواني 5 دقائق 55 ثانية وجزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني أوصلت هملولة لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي، قدم الظافر. التوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية و9 أجزاء من الثواني. بالفعل كان توقيت هملولة. المركز الثالث أيضا هملولة لهجن الرئاسة، 6 دقائق بدون ثواني، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.